عودت مؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي خلال تعاملات الأسبوع اللي فات، واستطاعت تعويض خسائر الأسهم في الأسبوع السابق عليه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 بنسبة 2.2%، واستطاع أنه يتجاوز مستوى 13,000 نقطة. مستثمرين الأجانب والعرب اتجهت تعاملاتهم نحو الشراء خلال تعاملات الأسبوع اللي فات، وده مقابل مبيعات المستثمرين المصريين واللي سجلت حوالي 328 مليون جنيه. انخفضت إجمالي قيمة التداولات بشكل ملحوظ خلال الأسبوع اللي فات، وسجلت 5.4 مليار جنيه، وده مقابل 8.5 مليار جنيه في الأسبوع السابق عليه. محللين بيتوقعوا استمرار الصعود خلال الفترة اللي جاية، وده بعد تمكن المؤشر الرئيسي من تجاوز مستوى 13,000 نقطة، وتوقعوا أنه يستهدف مستوى 13,150 نقطة خلال الأسبوع اللي جاي، وده في حالة استقرار البورصات العالمية بعد تغير السياسة الأمريكية بتولي الرئيس ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.